عبد الحميد عنده حق ايه لازمتها نقعد مع بعض وكل واحده فيكم حاطه وشاف موبايلها كده والله بكلم ابني بشوفه ذاكر ولا لا طب انت عندك عذر معاكي حق الباقيين بقى بيعملوا ايه في الموبايلات انا عن نفسي بشوف حاجات تجنن صاحبتي منزلاها على البيج بتاعتها حاجات ايه لبس طبعا قولي حاجات اوريجينال بيان طب فرجيني وحياتك استنى ما معاكي بصي الحاجات غالية بس تجنن بجد لا بس حلوة بصي يا والله كولكشن حلوة قوي يا اختي بلا كلام فارغ هي الماركة اللي بيلطعوها هنا دي عشان يغلوا فلوسها أي حاجة بقى قرنو وبدبدو وبغزالة اللي يجي على بالهم يعملوه <applause> اسمها برانز اسمها إيه؟ <applause> برانز برانز وازم عامل كده مش كلام فارغ الله ما بيفرق هي آلافات بتدفعوها وخلاص الناس ما بيفرقش معاها غير المظاهر وتمنه بيبقى فيه لان كواليتي القماش بيبقى حلو قوي عادي. لو بتتكلموا في القماشه هصدقكم، لا انتوا بس عايزين تتمنظروا على بعض. هو حضرتك طنط لسه بتفصلي؟ اه يا اختي لسه بفصل ولما بتزنق بنزل وسط البلد اجيب حاجتي. مش شواربي. شواربي اسمه شواربي. <applause> اسمه شواربي، شواربي. مش شواربي. مش شواربي وشارع فؤاد. يا اختي ملاخيبة هو في النهارده حد يعرف يجيب الحاجات اللي كنت بجيبها لك وانت صغيره كان كل لبسك من هناك الجيبات والشرزات كل حاجه اه شرزات نسيتيها بس شويه بس شويه, شوية. وفاء نعم قولي لهم شرزات بالفرنساوي يعني ايه خش عليهم شايفين شايفين مين بيجر شكل مين